وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات. الشيخ، بداية نرحب بك في نشرة الأخبار. هل لك أن تطلعنا دكتور عن أهمية احتضان مملكة البحرين لهذه المشاركة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكورين على الاستضافة. طبعا أهمية استضافة هذه البطولة بالذات هي الوعي من الجميع بأن هذه هناك وسائل مختلفة موجودة تحت سيطرتنا، تحت أيدينا، احنا نعمل عليها على أساس أنها هي تصلنا إلى غايتنا. غايتنا كلنا في هذا الوطن غاية واحدة، ويعني في هذه الوسيلة بالذات الاستثمار والتوجيهات اللي وصلتنا من القيادة الحكيمة حفظهم الله، وأيضا القيادة الرياضية الله يحفظهم، من أن الاستثمار في العيال في المدارس هو أفضل نوع استثمار. أي مبلغ الواحد يحطه في الأبناء في رياضة المدارس هذه يستحقون أيضا أكثر. هذه وسيلة إن شاء الله تبين لنا في المستقبل، تبين لنا الآن وتبين لنا في المستقبل، ولكن إذا تكلمنا عن الآن تبين لنا إحنا يعني في أي أمور إحنا عندنا قوة نسبية مع الدول المختلفة. يعني يمكن إحنا نستضيف بطولات كثيرة إذا كانت خليجية ولا عربية ولا آسيوية، ولكن إحنا نتكلم عن بطولات عالمية. العالمية وخاصة للفئات الصغيرة تبين لنا من هذه العمر الصغير نسبية قوتنا أو ضعفنا مع الدول المتقدمة الموجودة بعيد اللي احنا ما ننافسها، مثل البرازيل وأمريكا وكندا واليابان وغيرهم من هذه الدول. فلذلك أهميتها أنها هي تعطينا نوع من التقارير الفنية الاقتصادية العلمية الثقافية التربوية، تعطينا نوع من هذه التقارير الواقعية اللي احنا نقدر نبني عليها استراتيجية بعيدة المدى تقدر أن هي تنجحنا إن شاء الله في المستقبل. نعم. طيب الشيخ، برأيك ما دلالات تسجيل البحرين أكبر مشاركة في دورة الألعاب المدرسية؟ طبعا هذه هناك دلالات كثيرة، ولكنها أساسا الوعي المجتمعي. يعني العيال في المدارس مشاركتهم نحتاج أولا الطلب من عندهم، وثانيا التسويق من عندنا، ثالثا وعي المدارس لان احنا نشتغل مع المدارس، ايضا رابعا احنا نتكلم عن الاتحادات الرياضيه. ولكن العنصر المهم جدا اللي احنا كلنا لازم ان احنا ما نغفل عليه هم اولياء الامور. فمشاركه العدد الكبير هذه يبين لنا ان اولياء الامور لله الحمد في مملكه البحرين هم واعين ومدركين على العناصر المهمه اللي يجب ان هي تتواجد في أبنائنا. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالوعي من والإدراك من يعني أين تأتي هذه القوة يجب عليها أن هي تأتي أولا من أولياء الأمور، وأن يعرفون أن تقوية الأبناء بشتى المجالات ولكن الرياضة بشكل خاص، لأن الرياضة هي باب لكل الأبواب الأخرى، باب للاقتصاد، باب للحياة الكريمة، باب لي يعني أمور كثيرة. فهذه يعني لله الحمد يدلنا أن احنا لله الحمد يعني قيادتنا الرشيدة تدلنا على الطريق الصحيح، والطريق إن شاء الله اللي راح نحصل مردوده في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله. إذن الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات، شكرا جزيلا لك.